اتفاقية بين وزارتي التعليم العالي والصناعة لاستحداث أقطاب تكنولوجية ستشكل فضاء للباحثين وطلبة الدكتوراه لتحويل براءة اختراعهم إلى مشاريع حقيقية لفائدة المجتمع. إن إحداث أقطاب تكنولوجية في إطار الشراكة مع قطاع الصناعة على غرار ما هو معمول به في مختلف البلدان المتطورة بات اليوم أمرا ضروريا بالنظر إلى أن تجميع عدة فاعلين في فضاء واحد من شأنه أن يحدث تناغما وانسجاما حقيقيا بين مراكز البحث والجامعات والمؤسسات الاقتصادية. ما نعتبر الجامعة الجزائرية ماهيش يعني كما نقولوا احنا بيبينير دو كادر، ما راحش تخلق لنا برك إطارات المستقبل للقطاع الصناعي وللقطاع الاقتصادي. اليوم نعتبرها كمختبر يعني على مستوى وطني، مختبر كبير وكمكتب دراسات كبير وشامل اللي نقدروا نعتمدوا عليه فيما يخص القطاعات الاقتصادية. جائحة كورونا مكنت من اكتشاف العديد من العقول النائمة، أجهزة تنفس اصطناعية مطورة، وأجهزة لتعقيم الأيدي بدون لمس نتاج مراكز البحث الجزائرية منذ حلول الوباء. بصناعة الأقنعة الواقية والمطهرات الكحولية وجهاز تنفس اصطناعي. للعلم فإن كل ما تم إنجازه هو محلي جزائري صنع. هو ستاند ديستريبيتور دو جيل اوتوماتيك اللي طوروه الباحثين والمهندسين. هذا هو أول بروتوتيب جهاز تعقيم الأوتوماتيكي، إن شاء الله يكون في كل المؤسسات العمومية، المداخل تاع المدارس. دونك جامعة بجاية اليوم شاركت بهذا الآلة، دونك آلة تنفس اصطناعي، دونك ريسبيراتور ارتيفيسيال. 3 mois quand même de travail sans arrêt à développer un respirateur proche du respirateur qu'on importe et qu'on essaie d'équiper nos hôpitaux. الجامعة الجزائرية تعود إلى مسارها الحقيقي في انتظار إيجاد متعامل اقتصادي يتبنى هذه الاختراعات ويساهم في تدوير العجلة الاقتصادية.